انا بقول شباب، اول حاجه بنعملها مع بعض هي ان احنا بنقفل الموبايل خالص ونسيبه لمده دقيقتين، وبعد كده بنرجع له وندوس على زرار رفع الصوت مع زرار الباور. بندوس على زرار الباور وزرار رفع الصوت لمده 6 ثواني بس، وبعد كده بنسيب ايدينا خالص، وبعد كده بيدخلنا هو على قائمه الاعدادات الخاصه بالفورمات. بنبتدي نتنقل بزرار خفض ورفع الصوت ونفعل اختيارنا من خلال زرار الباور. الاختيار التاني اللي هو الوايب داتا، وبعد كده بنأكد اختيارنا تاني بالضغط على زرار باور، وبندوس على زرار باور تاني على اساس يعمل كونفيرم او تأكيد تاني ان البيانات هتتمسح. وبالفعل البيانات هتبتدي تتمسح من على الموبايل بما فيها الصور والاسماء والفيديوهات وكل البيانات الخاصة الموجودة على ذاكرة الموبايل نفسه. هنا دي الرسالة دي بتقول ان البيانات اوريدي اتمسحت، وبنبتدي نعمل ريبوت او اعادة تشغيل للموبايل، وبنسيبه لمدة 5 دقايق بعد ما بنعمل ضغط على زرار الريبوت او اعادة التشغيل. اخر خطوة معانا ان احنا بنسيب الموبايل ده لمدة 7 دقايق مثلا او 5 دقايق او اكتر، ونبتدي بعديها يدخلنا على قائمة الاعدادات المبدئية اللي بنشوفها اول ما بنشتري الموبايل من علبة الشراء. وفي نهاية الفيديو يا جماعة بنحب نشكركم شكرا جزيلا، وتابعونا ولايك الفيديو ده اذا عجبك، وسبسكرايب في القناة. وشكرا جزيلا، والى اللقاء.